بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعشر كان يبقول يا لبي كنتنات كنا سابسن تفسير القرآن كسورة البقرة آية بقول يو سيدي يو تبناد أيو كبلا بين يعني عشر كاني عشر كان أما آيادان سبب نزول بيلا ذا هاي عشر كيو هراء يان سبب نزول كاكو شاقني هذا وان صوت دول مرينا سنة كيلا بعد هجرة نبي صلى الله عليه وسلم بشي رجب أيا رسول كو حدر اللبي طبعا نين وأصحاب تيساء وليح رتي وضطر ليح ركوب والله بدي بقى أيها الرتي أي ليهن وكلب من فوليو وحنا أودري هاول سردان أيو أودري وأنت المدينة كسبحان إن مكية طائف لحظة هذا ملك تعلق لحظة هذا نخلة هل كائن يتجان أخ قريش ناي ورقة كنا قريش ناي أم قش سأ أم قشوا أي أركته نبي عليه الصلاة والسلام يا أصحاب النمن لسهلا كرئينا سنهين وأنا سهلانين إن لقود دولو محاجرة يجي أيابا إذا ما صدر أيو أو مكة يطايف أكت هذا إيماني حوش أسبس على الدري رسولك صلى الله عليه وسلم ورقض أيو وحو أقري ننكي مضحضة وها سرية أيا اللي داع إذا كأوس رسولك لا سعونين إجهاد أسعوضة سرية أيا اللي داع في عربي لنسحابي هو الجليل أولي داع لو أرنجري عبد الله بن جحش الأسدي أيام ملح أوها ورقد بودي بي رسولك صلى الله عليه وسلم حرا وحلل اللبام المنور كات سعطة ورقدها فر وحي ورقدها كقرن كعمل فل سيدي بو يالي لبام المتكد بو فري وحا كقرن أدقى يا إنتي كرع على أدون إن قص بينين واحد قاعدان نخلة ماشى اللي دهنا بدنا نخلة ومكية طائف ولا حيسة أخبار يور يسرنا نوغا كان قريش أصحابتي هو أغريي كل قضوي وافقين سمعا وطاعة أيدي لكن سيب دره لبنين أو سعد بن أبي وقاص يا عتبة ابن غزوان نين ليدا هذا لبدا نين أو هل رتلها رتلي أياكا بحصدي وكلمي marka ritigi raadintiisa ayay uga hadheen 10 koodi kala ayaa meeshii rasuulku sallallahu alayhi wa sallam tago u yidhi ayay tageen halkii waxay kula kulmeen safar quraysh ay leedahay oo alaab sida oo makk yaman ka yimid ayay arkeen afar nin ayaana wadeen safarkaas afartan nin laba walaalay ahaayeen oo mid waxa la dhig jiray عثمان بن مغيرة ككلنا عبد الله بن مغيرة أي الجيل لبا ولا عليه حاين ككلنا عمرو الحضرمي بالهجري ككلنا الحكم ابن كيسان أفرتان بن بيهاي مركي سفر كاي أركان يا أصحابتي ويتشهدوا ومحيي الله waxay maalintaasna ku beegnayd maalinta ugu dambe riwaayadu way badan yihiin yani riwaayada ku soo arooray qaar waxay leeyihiin waa maalinta ugu dambeysay dul waxay ahayd jamaadu thani ayay ahayd oo rajab ay soo galeyso maayna moodayn inay rajab bilatay laakiin riwaayadaha u badan waxa weeyaan maalinta ugu dambeysay rajab ayay ahayd marka waxay leeyihiin nimankan hadii aan hadda dayno waxa weeye oo aan idhaahno bishii ha baxdo waxay naga galayaan xaramka ayay naga galayaan haddii hadda aan farasaarnana bishii muharram ahayd bishii waxaan u jeedaa rajab ahayd ee in la dagaalamo xaraamta ahayd ayaan ku xadgudbayna xadgud baan samaynayna intii sidii baa la wadeeyba nin la yidhaahdo واقد ابن عبد الله التميمي أمبا فلاركو غناي نمانكي
عمرو الحضرمي أيدلي تقال بهالك كبل لوضي نوفل ابن عبد الله ابن المغيرة يسقو عرري نين أرد بدن بوها نين نواد دلين لما ذي كلنا ويسوقف صدين يبقى محابيس أي كينين مركا عبد الله بن جحش خمس غني ماذا أسواقاتين شن ميل أضو ميل أيو أقوي يسهمي رسولك صلى الله عليه وسلم خمس مركا وحي أهيد أول خمس في الإسلام قرآن كمسو الدقين نبقى كما مغلين اجتهاد كي سوها إلهينا وقوة فقي وعلموا أن ما غنمت من شيء فأن خمسه لله أي سو الدقتي وحكى لها أول قتيل في الإسلام للإسلام كالإحدي سقال إهو للدلوء المسلمين تدلان بو كي أقول رأي بوها داد محابيس والأصواق فتايدان إيقا أقول رأي رسولك صلى الله عليه وسلم ما أقبالين أرنتي أنا إذن مدرين بودين إن الدقالنتان أنا إذن مدرين مركا دادكي أرنتو دي والي جوجي حواليه لما قايبنين لمنكي لبادي محبوسنا أرنتو دي والي جوجي قريش يا يهودنا لبادي مدعايدة يا أرنتي كسمايين قريش وحي أد عيد وقفر سي نبي صلى الله عليه وسلم له جري أشهر الحرام هلا إلى اليوم أشهر الحرم يا الله دقال لمن إسقي أيات دقال بالعبي ما شاء سد عيد وين أيات القسمية يهودنا أد وقفر حضي وحيا بها يدهن وحاكم ذا واقد سوماها الله معنى هذا وحوين أو قدت الحرب واقد واكي وحورين يا عربي طبك مركا الحورين يوم كلما أوقدوا نارا للحرب سماها أوقدوا مركا واقد واكيد دبك الشدي يلا يردبك واشد ما يريد هنا عربته إسلامي نسان ويكفر هين وحكوا هنا الحضرمي حضرة الحرب دقال كي بقى سو حاضر ويبيد مركا أرنت أسبوقا مركا يسمعين يا آياد نسوي دكتي وحالا يلي إن به شهر الحرام dad la dilo oo la dagaalamo arin sahlan ma aha arin banaana ma aha laakiin afar dambi oo idinku sameeyseen ayaa mid waliba ay ka daran tahayeen marka bal dambigiina fiiriya idinku aad gasheen mid muxuu yahay horta ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ku kufreeyeen oo maartay mushrikiin baatiin dambi la galana ka ugu weyn ka weey waxa kale oo sameeyseen dadkii diinta ilaahay soo galayna waad ka hor joogsateen وسد عن سبيل الله ايات سميسان وحكلات سميسان دتكي مسجد الله الحرام ايات دتكي وديدين دتكي اهلك اوها اين عمران يا هيد اي مؤمنين تاها انا وديدين ودم بكلاء وحكلو افراد دتكي مؤمنين تاها ياد غريهو دي كسو سارتين ود مسجد الله الحرام يحرم كات كسو سارتين واصحابتي يا نبي اللي كسو عيدي كسو هجرودي مركي لو ادكيسن واي عداد اسكودي مركا افر تا دنبي ياد غشين كو اسا كدرن انت ودنا وها كسي درن بالي الفتنه اكبر من القتل فتنه وها وهي وها ليدها حقيقه ده الاضطهاد الديني اي ليدها تفسيرها كلو دان اسكداف الاضطهاد الديني كاسا او صحسن او مخي هي وقف دينتي سلقو دليو محد دينتا او هاي ستا لقو دليو او لقو حرايو او لقو ساريو او دينتو دي لقو ساريو سيدا هادا ايشينو سمعينا يعني كو سمعينا يعني دادكا مسلمين تيه اي غور كالي دا هادو اما سيدا اي هندو بوديين تا نيامار اي كو سمعينا يعني مسلمين تو رهنجا لي دا هادو كواس واي واد داد دينتو دي لقو دليو ادهاد بالي دا مركا فتنة بالي دا تاسو حكا دارانا مجرتو marka taas ayay ka hadlaysaa suuradu Alla wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala yasalunaka wa hayku waydiinayaan ama ay ku su'aalayaan ama ay ku warsanayaan an shahri al-harami bil hurmale wa afar bilood biliha hurmada leh ee in la dagaalamo ay xaraanta ay xaraanta tahay wa bisha li ilaahdo dhul-qa'da dhul-hijja iyo muharram saddexda bilood isku xiga iyo rajab ahadiis baa ku soo aroortay quraankuna minha arba'atun hurm ayuu yiri بشاسة كورسنا يعني دجال الجلي محوية هاي قتال فيه دجال الدجال فيه بشاس الدجال ماي
حكم كادو محوي هاي أيه كورسنا يعني يسألونك واحد كورسنا يعني دتكم عن الشهر الحرامي بلش حرمة لو أفرت على الله أيه كورسنا يعني قتال فيه الدجال يسجد حديث الله الدجال لما أيه كورسنا يعني تم حل هذا عطف اشتمال بدل اشتمال بدل اشتمال قتال فيه وحلق بدل يعني شهر الحرام مركا ولحدي سبعة مركا بدل اشتمال بلا اللغة نحو ذا قتال فيه دقال الدقال ما حكم كيس أيك ويدينا يعني قل واحد كنت يا رسول الله قتال دقال الدقال ما فيه بالحرمة للدقال ما أي كبير أرن علوس وي أرن علوس أن هجاك سنين أم بنانين ودم بيأوي وحويان عيدا ميالا نسخ ميالا نسخين دوت بدل ما كنت هاجن حيو بدل انت هنا وحبلا نسخينه هدي اي اذا لد قال لمان ام باي عيد دي هرم بح يا فسر يسوع الشهر الحرام وبشهر الحرام هدي اذا كل لد قال لمان بالحرمة له اذا كنا كل لد قال لمان لكن اذا كحب اللعبين اقولي مركل بعض عيد مننا مننا مسوق ما لبض بع وي وحويان و ومحكمة يا لله محكمة حنكيد وتاجين هاي لما بدلين وحبي إسكان بدلين لكن مذو اللي بوا حبي كهال ليسها تاهر القصاص بيك هال ليسها لمن كاسي هداي إن كل الدجا علما حتى حرم كا كل الدجا علما بالحرمة هداي إن كل الدجا علما كمال الدجا علما والحرمات قصاص وي أشهر الحرام بشهر الحرام تاسك هال ليسها تاني لو حويا بلو المسلمين تو بلابان الدجال يا لديدي يا يتهوى دم بوين مركا أدي أصحابته أي دجالمين بالحرمة له لما مجاملينين أرن تاسي أرن خلده الدم بأيد بالي رسول كان مؤسن أمرين وأدوكتين لكن وحاليني لن أعكل هذه اللي يقول وسد صاد مركل إلى سد حنبيد أما إسكو قد بدوي عن سبيل الله إلهي جد كيسا أودتك اللغة قويو أو اللغة حنبو جدكي إله ولا جويو جد جويو وهي جدك إله محيي هاي وإسلامكم وح كلام ما إسلام ما ذي أودت كلو دي دواي هذا أود أديك سنة كو وسد حنباد إسر تاجد وحرت الله إسلام يدون دتك ولا جهر جوكس ولا جهر ولا جهر لسكهر تاجو عن سبيل الله إله جدك سو إسلام كا ولا ليه روح إسلامه ولا دلي كو يا وكفر سوى الله كفر به إله سبحانه وتعالى إله بعد كفر ما بره ميسند أما مشرك بعطاي أما ملحد بعطاي أما مشرك بعطاي سيدي قريش وهذا عيده يكون سوى دكتي الرمى هذا مشركين أيهين وإله بعد كفريان ودم بقى لبعض إلهي ألوغو كفري ودم بقى كوبات تكالنا وإلهي جيت كيس أدد لقوي أددك إسلام كلو ديدو إيه والمسجد الحرام إيه مسجد الحرام أددك اللو ديدو أولا إسكهر تاغو أولا قاحا نبو أجد قوي الله سمجد مركو والمسجد الحرام وحيكو حد فانتهاي عن سبيل الله أيكو حد فانتهاي عن سبيل الله أي كوع أتفنتها يوحى ويان وسد إسرتاج عن سبيل الله إله الدين تي سدتك لا إسكور تاجو أي والمسجد الحرام مسجد الله الحرام ودتك لا إسكور تاجو اللي ده هذا مجا ليسان كمتو كان ليسان كم عبادة ليسان ليسان اللي ده هذا وصلي على السماية برجي صلح الحديبية أيودي ذن عمرضي إيه يو إخراج أهله مسجد الله الحرام دات كيسي دات كيسي دات كيسي محيها ومؤمنين تا إن أولياؤه إلا المتقون بالإله سبحانه وتعالى إن أولياؤه مسجد الله الحرام دات كيسا أهل كيس موسى نهان إلا المتقون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر مركا أهل كيسوا مؤمنين
dadkii mu'miniinta oo laga saaray oo xoog looga saaray oo lagu qasbay inay ka baxaan masjidullaahi alxaraam waa dembigii kale ee muslimiinta cadaadiskii ay ku hayeen nimanka mushrikiintii intay u adkiisan waayeen ay ka baxeen oo hantidoodii iyo caruurtoodii iyo xaasaskoodii iyo ehelkoodii iyo qaraabadoo dhan ay ka tagaan laga saaray afartaas dembi yaa akbaru ka weynaan badan cinda allaahi ilaahay agtiisa waxay ka weynaan badan tahay qitaal lagu dagaalamay maaragtay bilxurmo leh bilxurmoolhoo la dagaalay waa dembi isaga oo aadan markaas wax iska celinayn oona difaacaysan ahayn dagaal adigu aad bilowday laakiin afartaa dembi nin galay miyaa hadal u yaallaaba ilaahay buu ku kufriyey diintii ilaahay buu is hortaagay masjidkii ilaahay buu dadkii u diiday inay ku tukadaan ay ku cibaadaystaan dadkii mu'miniinta ahaa ayuuba ka saarayba wuu barakiciyey xoog buu uga saaray ama wuu ku qasbay inay ka guuraan oo ay ka hijroodaan oo ay ka qaxaan dhulkoodii qofka afartaa dembi kuwa sameeyey miyaa hadda ay miyaa daw u leh ama ay gar tahay inay ka hadlaan arrintan oo kale saas weeye yas'aluunaka waxay ku warsanayaan baa lihi rasuul allow can ishahri alxaraami bisha xurmada la ayay ku warsanayaan qitaalin fiihi dagaal la dagaalamay muxuu yahay xukunkiisu ayay ku warsanayaan qul waxaad tidhaahdaa qitaalun dagaal la dagaalamo dagaalku waa wax lagu dhinte oo fiihi bilxurmada la dagaalamo waa sidii asxaabta ay sameeyeen sariyata cabdullaahi ibni jaxash ay sameeyeen ee camr alxadrami ay dileene kabiirun arrin culus weeye arrin mustankara oon hagaagsanayn oon wanaagsanayn oon bannaanayn weeye laakiin dhinaca kale marka la fiiriyo kuwa waxa mahadal baa u bannaanba wasaddun is-hortaagid oo laga gooyo laga jidgooyo can sabiilillaahi ilaahay waddadiisa oo islaamka oo dadka loo diido oo la yidhaha ma islaamaysaan wa kufrun bihi iyo allo oo lagu kufriyo oo la rumayn waayo oo mushrik la noqdo ama mulxid ama kaafir waa islamidki uune kufri baa laisku dhahaa intaasoo idil kufri waxaa ah waxaan muslim hayn dhan baa kaafira sidiisa dhanba marka waxay u qaybsamaan malaaxiday u qaybsamaan mulxidoo ilaahay jiritaankiisa inkirsanba mid mushriga oo ilaahay u shariig yeelaya mid yahuudi ah mid nasraana ah mid murtada waxaasoo dhan bay leeyihin intuba waa kufaar wa kufrun bihi ilaahay oo lagu kufriyo iyo walmasjid alxaraami iyo masjidkii xurmada lahaa oo dadka loo diido oo laga gooyo laga jidgooyo waxay ku cadfantaan in wasadun can sabiilillaah iyo wa ikhraaju ahlihi masjidullaahi alxaraam dadkiisii mu'miniinta ahaa iyo nabigii calayhi salaatu wasalaam oo laga saaro minhu masjidkii laga saaro oo ay lagu qasbo inay ka hijroodaan yaa akbaru ka weynan badan oo ka dembi weynan badan cinda allaahi ilaahay agtiisa taasaa ka weynan badan marka shibdhaha la yidhi idinka war idinma yaalle markaasa haddana waxaa la sheegay mabda guud baa la sheegay oo weligii jirayo waxaa la yidhi walfitnatu akbaru min alqatli fitnadu micno badan bay leedahay laakiin tan ka soo qaad marmar badan dadku waxay fitnada ku sheegaan fitnada waa iska tahay isku dirka dadka la isku diro dadka la isku diro balaayo laga dhex huriyo dad nabad ahaa oo la isku diro fitnada way noqonaysaa maxaa jira dee waxaa ka imanaya dhimasho badan baa ka imanaya hal qof oo la dilo maha boqolaal baa ka imanaya iyo kumayaal iyo masaa'ib oo dhan baa ka iman kara laakiin hadda fitnadan oo qur-aanku ka hadlaya sida raajixi waxa weeyaan waa alidaadi diiniga aan sheegaynay waa dadka oo loo cadaadiyo loo dilo loo dhaco dhibaato kasta loo geysto diintooda isagoo laleeyahay maxaa diinta u haysataa saas weeye maxaa diinta u haysataa dadka lagu dhibo fitnada laga hadlaya taa weeye ee wax walba ka daran walfitnatu fitnadaas iyo cadaadiskaas loo geysanayo dadka mu'miniinta ah ee diintooda loogu geysanayo ee laleeyahay diintiini ka baxa ama kulligee diinta ka baxo waa isku midkii uun ama diinta dhan baa laga baxo waa sida hadda ay sameynayaan shiinihii iyo
أما الدين تقايب كم إذا حلقة بحو وإسلامية كيئون هذا هدي اللي هذا نكي إذا هذا وشارع هذا إسلام كا أن سكو حكمنا بوال الدلي وفتنة دي أوكال وإدي هذا وحلوها هسا والدين تيسيون بحلوها هسا وقايب دين تي كم إذا محجر الدين تو إنك سوى قايبة تحي حدنا وجزء لا يتجزا قايبنا ما قاعدين كرتيد قايبنا مدي دي كرتيد وانك يسوى عرقنا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في سلم كافة ربنا إسرائيل ويسجل لو عن أنتي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض لما أقرأ أبو بكر ويسجل والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة شرع هذا إسلام كحكم كذا لما أقول هدي اللي إلى هذا وحويان وقف دين تي ولا جت جيوي هدي قف كي إلى هذا ورشرع هذا إسلام كلا إسكو حكمنا للدليل أما الحريو إلا وأنت أسكت داينا واتي ونهض واتي قريش السمين يسي واتي ولود قالوا السمين ين أو كلام وي وأسلمت كيو أنا مرة كما الله يسي حزب حزبي كما الله يو هذا غلا دن قارة ولا تو تام كه الله يو لكن وحن كه الله يا إسلام كو حوي حقيقة هو حوي إلهي سيدا أي إنن صلاة أتوكنا أي واجب إنه أوتهاي إذا كان إنا بحنا أي ركن أوتهاي يا وحي كم تهاي لا إله إلا الله معنى هذا أي كم تهاي أن نتحاكم إلى الله إنا نحكم كإلهي وأن كل حكم تنا وحي إلهي نو حلالي أن حلال سنه وحي إلهي نجح حرانتي من مرتي أن حرانتي ما يسنه وحلا وحي خلاف هي أمور نحن نتصور قرنا أن كل كلام بحنا شرع الإسلام شرع الإسلام كأن كل بحنا محجر إلهي وحي لي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يعني هذا حوي وحكس تحير هذا وين هذا وحي نحذي النصوغلة وإن إلهي سبحانه وتعالى دين تيسا لغوك لبحهم حي شيء قيسا قرآنك سنة النبي فقه وحصورا إن بيفسري أن تعصى لك حليات دين تتاوي انت على وجهك لبحه هدي تالي يالي وين المسلمين متين بل المؤمنين متين ولا شو ديري والفين نتو أكبر من القتل بركان روح كسؤال أما لو ديلو أما لو على هذيو محاد إسلام كقيبة كم إذا عضو هاي سطع مثلا حكم كم إذا هاي ورها لسكو حكم أنا بقول ملأ أنا وأن حكم مرة لكن ور إسلام كله لسكو حكمه ولقى إسلام كله لسكو حكم جري نكير هذا اللي ساس لو على هذيو في النغاس يكجرا والفتنة في النظر يا أكبر كوينا بغن كدن بوينا كدن بوينا من القتل ديلك انت أصبح كل ما عضي قيبتي كهل ليس قضية دي سرية عبد الله بن جحش وحونا رسولك كحكم من مركز سيداس نقطي ننك هي اللي ديلي دي دي سأيو بحيي لما دي محبوس نوحو يلي هلا فرطو لما دي محبوس waxa la yiraahday sasoofurteen sasalada marka si wanaag ninkii la dhig jiray al-xakam ibn kaysan waa uu iska islaamayba uu iska islaamayba maba ku laaban in meeshii uu islaamay wuxuu kamid ahaa waliba dadka quraanka xafide ee quraada la dhig jiray buu kamid ahaa wuxuuna kamid noqday shuhadaa biiru macuuna todobaad tankii saxaabi ee ducada ahaa ee meesha biiru macuuna lagu dilay ayuu kamid noqday nasiibkiisa كي كلا عثمان بن عبد الله بن المغيرة أنا قال لي مدي سأيو وتي وحصار راعي دجال كي حزاب وحضم عي خندق يلا قضي إنه أنتوا فرق شيء سهاز تكسر قال إنه كسر بوضع مركزه سجى فرس كي بقول كي كل عي ماشي بكو بختي وكو أري مركزه قال ذو حيلين لو سو دي بقى ميت كي يجي مركز رسول حبيبي جي فدينا وبختي بختي نقاط marka nimanka saas intaas ay ka hadlaysa tan waxa laga hadlay marka war guud ba laga hadlay war guud oo gaalo ay hayso wuxuu ilaah subhanahu wa ta'ala wala yazaluna marna iskama bedelayaan way wala yazaluna kama zulayaan yani kama iskama bedelayaan bisaas ugu fiican inuu inagu u naqaan af carab Soomaali ahane wala yazaluna iskama bedelayaan oo iskama deynayaan oo kama waantoomayaan قال لي بالله قال لا يقاتلونكم إن إذا لا دران
قتال كاس أو نوع والبا أف يأدن يقلن يوحل بابا حتى أنت أيها إلا درا يردوكم إذن كعليان عن دينكم دين تين إذن كعليان دين تين أي دي بإذن كعليان دين الآن يا دين تكوريس دين الآن تأذن عليان أما أدقش دين توالا أو بانتا أهو أما دين الآن النقطة يعني أدمرت النقطة دين تارا تكبح له دقال إذن كدين مايان مركة تنوى أنسلي أما دين تو رمبا إلا قبح وحكا لنا النقطة أما قيب الدين تي كم إذا وهدي يجا لقب وحدين تي أردنا أتكب حي لم يد أي تهاي ألو دين تي أردنا كب حي أي لم يد تهاي إلا وحيا بها اللي قرر دو وحيا ربع كم إذا عدات لها حكم كإلهي صح معها عدات لها ما أنت ميا شريعة إسلام ليس كحكمي كرا وحاسي وحيا هاي وحوا أي هوري يبدوني مئه دوني دو ويهور مرتاية بس كلمة ده عدات لها يا دين تي كب حريبا مركا فيري ولا وحويان سو انتا كما شقينا يا هذا انا انتا وضن الهنو او عيد سو قاد اللواي والشرعاء اسلام هل اسكم حكومة او عيد سو قاد الله هيا كذو حويان وحق جرا اما وحو كتر سنية هي الاسلام السياسي اما وحسو كتر سنية هي الدين الرب ارقعيسو كتر سنية هي وحل اسكو الدليو اساس مركا عايدا معنى هذا تينا وقوتا اغنتا وحي سمالي عشين هي ايغور كود يوحي إندونيسيا لغا سمايه يوحي دادك المسلمين تاهايك بالجملة دين تاو لغا ساري اما لغود دليين واقوني دي هذا لكن مدى تاغن اي تاين انكو برارونا وحاويان وحيابا دين تاو لغا بحايا ايا جرا وحيابا لغور دوبا دين تاو لغا بحايا جرا او قار او حضل يهي قارنا فعل يهي قارنا اعتقاد يهي ايا جرا هذا الاعتقاد دو أما أفكا كتلا هذا شريعة الإسلام كو أي كلهم ما تبر مش والله غير مو حس هذا قام بالجوين يا إيو وحس هذا وح ما عرفت وقت أنا لبس عن كراء مركات كتلا هذا إيريا داس وحويان ودين ترى تكبر حس مرتد بعد نقول إيسا باتفاق العلماء علماء الإسلام كورنا إسكور حسين عد كس ما عرفت ورقة قبتها أي سنجرين مركا sawtaa ma ka shaqeynayaan hadda yani hadaan runta isu sheegno gaalada hadda maanta joogtaay saw kuma dadaalayaan dhamaan dadka muslimiinta ah in la waayo wax sheegta war sharaaci islaam hal la qaato saw hadda maanta ma aha dambiga ugu weyn saw ma aha sharaaci islaam hal la qaato wax ugu xun saw ma aha lagu dhahay argagixisa tahay marka taas ay ka hadlaysaa aayadu walaa yazaluna maka waantoomayaan نمانك قال ذي يقاتلونكم إينا إذن لدران تقال أف إيا أدن إيا مال إيا وحل بقى حتى يردوكم عن دينكم إلى أي دين تينا إذن كالسهران أما كل بقى إذن كالسهران أما سيدة هدى أن شيئا إذن كالسهران يعني فيري هدى هدى لأن نقرد لكم كل جان علمانيين أو لأن شرعاء الإسلام كان لنوحو ما أيو أو لأن شرعاء الإسلام بقى روحو كهل لقي سبني هو إن كان مانتا بروحو كهل لقي سبني مانتا دوني دوي هر مرتي مانتا هدا يعني شرعي السن بالسن ساس مركو قفكو يلا انت هدي لغو قارسيو تدك هالكا لغارسيين اد بيو بدن يهيني تدك الدين تي والا قصاري ما هم يعني هادو كان متطرف فيه كان متطرف هيني ما هدين تي اسلام كو حقائق بيلا هاي اي تاين لسو شاقو الرنة حقائق لسو شاقو وكواس الاستهزاء أم لغو استهزاءنا يدين تإسلام كا ولغو قالوا بيا ولغو مرتد بالغو نقول أساسا إن ربع قالوا وما إلا حقره إن استطاعوا هدية ودان بالي شرط قصي لذي هدية ودان هدية ودان هدية وهدية سيكو ودان يجو دين بما يان دجال كي وحدان نقول ضعيفنا إن جوا حل الدين يا إن نحن ضعيفين إن كيالي أنت أسوح على إنه شيء لما كقالوا ده هوش أي هيام بالي إنه شيء waanan aragnaa maanta ina waligeed ugu xoog badan tahay waxa la gaadhsiiyay maanta waxyaabaha shayga maalinkan maanta adduunyada ugu dambiga badan waa ninkii yidhaahdo war shariicada islaamka hal la qaato ma jiraa qofkaas oo argagixisa ama oo xaq jira ama waa balaayo bas saalkaas la gaadhsiiyay ilaahay markaa wuxuu yiri subxaana wa taala hal dhageyso waman ciddi yartadid ka laabata oo minkum idinka muslimiinta ka mid ah aan diinihii diintiisa ka laabata oo diintiisa ka baxda
دينته وحيالها لو قبح عن هذا وسهلين هل كأري بقى بكمله هل أري أي دينته وقبح يسأل ترى هذا شرع الإسلام كوي حنتهاي أما لو مرة مكرع ترى هذا قال ذل هل كأين جارسيا قف كهل كأجاري أو فيموت سدى سكول لنتا يسقو سدى عصر لنتا وهو كافر يسقو قاله مرتدى فأولئك كوا أصحاب تتوحى برتي أعمالهم وحي خير أو هاي سمين أعمال هذا الشريعة تاس مركي مهوري مسلمين تهاين وهي عمل خير أي سمية سلادة أي تكذين هي زكاة أي بحيان هي صلة الرحم كأي سميان هي هدي حجيان حج كأي سميان هدي سومين سوم قاضي وحلو وحي عمل هاي لي ميدان وبري وحبك السوقات ملك في الدنيا الدنيا هي والآخرة آخرة لا بد بها هدي قال لماذا كل دنتان قال لماذا دين تي مركي كبحين قال لماذا صدي أي كل دنتان وحلو وحي عمل سميان وبري وبري أو إلهي أكتي سنة وح أجري وجود وجدتك معيان وآخر مرة كتير وحمه ليان الدنيا ذا أنت أيسي جوعانا وحويان حكم كذا وحكم كقال ذا وهي مسلمين تمرد حليان مسلمين تسمرد حليان ناكتي سوى كفران تاي لكن وهدو كل أنت قال لماذي لكن هدو صوت هابط كانوا هدو صوت هابط كانوا وحويان فإن الله غفور رحيم توبض إلهين وفران تاي وحويان سدا ولا سوق خلاف سين علماء سوق خلاف سينهين لكن سدا أو إمام الشافعي قبان عماش يسي الدنيا ذي مبرين مبرين هذو صوت هوبت كان كم مبرين حجه حجي وجرة حاسكي سي كم فرمن وبمجرد ردة كم فرمن سدا إمام الشافعي يعني ما كلام بدن أيها قبة مركا حبيت أعماله في الدنيا والآخرة وخطرت وقفك كل انت ديسي سوى انتوبت كانين وأولئك كواس أصحاب النار نارتا ضدك قالي يقوي هم يقو فيها نارتا خالدون كواكو عريوي مركا إن شاء الله تعالى إن آيات دان ساوي يابك بضان ومركا هرانا كبير لغة قضيو مركا دمنا إنو كانت قضية دان يابك لها قال هذا فعل كذا إن الدين تدرك السيء نقص عران إنه شاكتي إلهي إنه أفعل هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.